ايه الرسالة اللي الرئيس السيسي وجهها للناس والحكومة النهاردة؟ وايه كان قصد الرئيس بفكر إدارة المشروعات اللي الدولة نفذتها ولسه بتنفذها ورسالته لرئيس وزراء مصر؟ بانكير نبض البنوك. النهاردة الرئيس السيسي شهد فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية بمؤتمر حكاية وطن، واللي عرض النهاردة حجم الإنجاز اللي تم على مدار 10 سنين على مدار الساعة، خاصة في البنية التحتية في وقت قياسي من طرق وكباري ومحاور ووسائل نقل حديث وذكي، وأيضا شبكات قطارات ومترو مونوريل وقطارات كهربائية سريعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي زي عادته ما سابش تفصيلة إلا واتكلم فيها، وفي كلمته منسيش بطل المرحلة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بيبذل أقصى مجهود علشان يخلص كل التكليفات الرئاسية اللي كانت بتضغط الوقت، والمشروع اللي بياخد 5 سنين كان مدبولي مطالب يعمله في سنة، علشان كده الرئيس وجه له شكر خاص النهاردة. الرئيس السيسي اتكلم عن فكر إدارة وتشغيل مرافق الدولة بشكل اقتصادي يسمح إنه تطور وتغطي الصيانة وتكاليف التشغيل وتجيب مكسب. مفيش مستثمر هيشتغل أي مشروع نقل جماعي مثلا من غير ما يكون في آلية تشغيل واضحة وتسعير يغطي التكاليف، وإلا هيشتغل بخسارة ونرجع نلف في نفس الدائرة ونشتكي من تدني الخدمات والتشغيل ونخسر مليارات اتدفعت في إنشاء مشروعات النقل. قال الرئيس إن التشغيل الاقتصادي في قطاع النقل نقطة محل نقاش وخوف من المسؤولين والحكومة، علشان تفضل المشروعات جميلة وعصرية يبقى التشغيل لازم يكون اقتصادي، وغير كده يبقى بنضحك على بعض. الكلام ينطبق على كل مشروعات النقل بأنواعها والموانئ، والرئيس عاوز يقول إن عدم تشغيله بالشكل الأمثل بيعتبر إهدار للمال العام اللي اتصرف على المشروعات دي، وكم سنة تبقى خرابة. الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب مثال في كلمته خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، وقال إنه في 2023 أصبح ميناء إسكندرية بعد افتتاح محطة تحيا مصر من أكثر الموانئ كفاءة في المنطقة. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفت إلى نقطة مهمة جدا في إدارة المشروعات والاقتصاد عموما، وعلى حاجة مهمة جدا العالم كله بيستعين بيها، وهي المشغل الذكي أو المشغل المتخصص، يعني أجيب كيان أو شركة متخصصة تدير المترو مقابل الإدارة دي هيديني خدمة مميزة وانتظام مواعيد ونظافة، وهو هيتولى التشغيل والصيانة. هنا بنفضل إشكالية التسعير بين الحكومة والمستثمر، زي ما حصل كده بالظبط مع الشركة الفرنسية واللي كانت مشغلة الخط الأول للمترو، كان ساعتها معدل النظافة في القمة والمواعيد وخدمات راقية، وده المطلوب في كل المشروعات القومية اللي بتعملها الدولة علشان تحافظ عليها، ومش شرط المشغل يبقى أجنبي، أهم حاجة يبقى فاهم وعارف. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.